لو انت كمهندس انشائي بتستخدم اوتوديسك ريفيت فيرجن 2023 او 2024، في تعديل جوهري شويه بخصوص موضوع الاناليتيكال موديل. طبعا عشان نقدر نكريت الاناليتيكال موديل بروح للبارت بتاع ال 3D، بس واضح انه هو مش موجود هنا. فانا هعمل ايه؟ انا هسيب الموديل زي ما هي، بس هعمل دوبليكيت فيو واعمل دوبليكيت لل 3D فقط، وهسمي ده، هعمل له رينيمنج، اسميه ده استراكشر موديل 3D اناليتيكال موديل، 3D اناليتيكال موديل، بحيث ابقى عارف ان ده الاناليتيكال موديل بتاعي. طب انا عشان اظهر الاناليتيكال موديل اعمل ايه؟ اقدر اروح للفيزابيليتي جرافيكس، اخفي كل ما له علاقه بالموديل كاتيجوريز وكذلك الانوتيشنز، واظهر من هنا كل الاناليتيكال اليمنتس واقول له ابلاي. فبلاقي انه الفيو بتاعي فاضي مش ظاهر حاجه. اروح للجزء اللي تحت ده اقول له اظهر لي الاناليتيكال موديل اون واوف، برده مفيش حاجه. الحقيقه ده بسبب انه الاناليتيكال موديل داخل فيرجن او داخل ريفيت بدايه من فيرجن 2023، وبالتالي طبعا 2024 ما بيتعملش اوتوماتيكلي، لازم احنا كمهندسين احنا اللي نعمل له جينيريشن، لازم احنا اللي نكريته، وده بيتم من خلال قائمه الاناليز اللي بعمله. ان في جزء هنا كده اسمه الاناليتيكال اوتوميشن، في الحته دي بقى انت بتكريت الاناليسز موديل لكل الاليمنتس، طبعا الكولومز والبيمز والفلورز والحوائط اللي انت رسمتها مبدئيا داخل الموديل. اقدر اروح للبارت بتاع الاناليتيكال اوتوميشن، وهلاقي التول الخاصه بالاناليتيكال اوتوميشن فيها تو بارتس، يا اما اناليتيكال تو فيزيكال فور بيلدينجز، مثلا ده بستعمله لو انا عندي موديل ايتابس او موديل روبوت وحابب ان انا احوله الى موديل ريفيت بغرض الحصر المبدئي وما شابه، ممكن اعمل الكلام ده. لكن انا اوريدي عندي 3D فيزيكال موديل، عندي اوريدي موديل كولومز وبيمز وولز واليمنت وفلورز، محتاج بقى ان انا احول الكلام ده الى اناليتيكال موديل. اقدر اعمل رن للكود ده او اقول له بلاي، وده عباره عن بيلد ان كود داينامو. اللي بيشتغل بالداينامو قبل كده على ريفيت هيلاحظ ان الموضوع ده بالنسبه له سهل وبسيط. انا ممكن اقول له بس بلاي للكود، هو يبدا يحول الموديل اللي موجود الى اناليتيكال موديل او الى اناليسيس موديل. طبعا هلاحظ انه في الخلفيه الفيزيكال موديل مش موجود، اقدر اروح للفيزابيليتي جرافيكس اظهره، ثم الكود بيقول لي بقى، بيقول لي انت عايز تعمل اناليتيكال موديل لايه، فانا اقدر اسلكت وسلكت الاليمنتس واقول انا محتاج احول دول الى اناليسيس موديل، رن. وبعد الانتهاء من رن الاوبشن الخاص بالاناليتيكال اوتوميشن، اقدر اروح للفيو بتاعنا واخفي من هنا الموديل كاتيجوريز واظهر الاناليتيكال اليمنتس، فتظهر لي بالشكل ده. طبعا البوينتس اللي قدامنا دي اللي احنا بنسميها النودز، فانا ممكن اروح للفيزابيليتي جرافيكس مره ثانيه واخفي النودز اللي هي الاناليتيكال نودز دي طبعا اللي هي الوصلات او الكونكشنز اللي ما بين الاليمنتس وبعضها، وابدا اعمل كل التفاصيل اللي احنا شرحناها في الجزء الاناليتيكال العادي جدا والطبيعي جدا. هي دي بس التركية او الفكره بتاعه انه الاناليسيس موديل ما بيتكريتش اوتوماتيكلي في نسخ ريفيت بدايه من 2023، وبالتالي لازم احنا اللي نكريتهم مانيوالي من خلال الكود الخاص بالاناليتيكال اوتوميشن.